كان عندي مدرس من مدرسة مدرس الرياضة، هو اللي حببني في اللعبة، شفت فيها إثارة أكثر من القدم. كرة اليد هي أمس عائلة بالنسبة لنا، والدي كان لاعب كرة يد وأنا مشيت على خطى. كرة اليد بالنسبة لي حياتي، يعني مهما وقفت أقعد أسبوع أسبوعين تجيني خلاص إني أروح بخاطري أتمرن.